قارب هجرة لبناني جديد غدره الحظ، انقطعت به السبل في عرض البحر ما يزيد عن 50 راكباً على متنه، مصيرهم يظل مجهولاً لأيام. بالدموع والأنين حاولت عائلاتهم إيصال صرختها إلى المسؤولين علهم يتحركون وينقذون أبنائهم قبل أن ينقض عليهم الموت. منتصف ليل الأربعاء من الأسبوع الماضي كانت نقطة الصفر لانطلاق القارب من على شاطئ العبدي. دار المحرك معلنا بداية الإبحار نحو الحلم الكبير لمن على متنه والمتمثل بالوصول إلى إيطاليا وبناء مستقبل لطالما خططوا له في مخيلتهم، بعدما عجزوا في وطنهم عن تأمين لقمة عيشهم نتيجة أسوأ أزمة اقتصادية يمر بها بلدهم. قطع القارب المياه الإقليمية اللبنانية، اقترب الركاب من تحقيق حلمهم أكثر فأكثر، وإذ يتعطل المحرك ليبدأ الكابوس المرعب لهم ولعائلاتهم التي فقدت الاتصال بهم. النائب أشرف ريفي دخل على الخط مطالبا السلطات الإيطالية والمالطية بالمساعدة في إنقاذ المركب للحؤول دون حصول مأساة جديدة. وقبل ساعات تلقى بعض الأهالي نبأ وصول القارب التائه إلى إزمير التركية، لتأتي الأخبار الصادمة من سوريا حيث أعلن عن غرق قارب آخر يحمل العلم اللبناني قبالة شاطئ طرطوس قرب جزيرة أرواد، حيث أفاد المرصد بوفاة 36 مهاجرا إضافة إلى عشرات المفقودين.